اربع اخوات عاملين حكايات، رضا وربيع رجب ورمضان. دول يا باشا اولاد رزق باشا، كل واحد فيهم بيقوم بشارع لوحده ومفيش حد برضه لا مؤاخذه يقدر يرفع عينه في وشهم. بس عارف مين بقى اللي اخطر منهم؟ انا اقول لك، ولاد رزق النسخه الاسباني. تشافي هرنانديز وكاسياس، تشابي الونسو واندريس انيستا، وسود الارض اللي بجد اللي علموا على اوروبا في 2008 وبعدها على العالم كله في 2010، بس ما كانش كفايه برضه، وكانوا طمعانين لسه في 2012 علشان يبقوا بصموا بالعشرة انهم اقوى منتخب في تاريخك يا كوره، ويحققوا انجاز محدش عمله قبلهم وصعب حد يحققه بعدهم. فخد لك ساتر كده واسمع الكلمتين دول علشان اللي جاي لمؤاخذه شديد. ويلا بينا. بعد نهايه موسم 2011 كان في حرب دايره في اسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونه، الفريقين نازلين دعك في بعض وماتشات بقت ولا الحروب الاهليه. وفي فيديو مصور للديل بوسكي بيقول ان الفتره دي لمؤاخذه كانت ممكن تدمر اقوى جيل في تاريخ اسبانيا، ولولا تواجد الرباعي اللي قلنا عليه كان ممكن كل حاجه تبوظ فعلا. ونجحوا انهم يلموا المنتخب حواليهم من جديد قبل الاستعداد لمباريات بطوله امم اوروبا 2012. حلو. وقالوا لهم نحط خلافاتنا على جنب كده لمدة شهر واحد بس. وبعد اعتزال كارلوس بيول وغياب الهداف ديفيد فيا عن البطولة بسبب الإصابة، حاول المدرب ديل بوسكي انه يغير شوية في شكل المنتخب. بيكيه وراموس في الدفاع، ظهير شمال جديد كده مطقطق اسمه جوردي ألبا، ده بقى لسه منتقل لبرشلونة من فالنسيا. بصوا يا شباب، وهنلعب كمان بستة في نص الملعب ومن غير مهاجم صريح، وهنستخدم فابريجاس مهاجم وهمي. وفي المجموعة اللي كان فيها إيطاليا وكرواتيا وأيرلندا بدأت أسبانيا حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة الأتزوري. وبالرغم من تقدم إيطاليا في البداية عن طريق أنطونيو دينا التالي، قدر ديفيد سيلفا بمهارة إنه يخدع دفاع إيطاليا ويحط فابريجاس في انفراد مباشر كان قدام جان لويجي بوفون، وسجل هدف التعادل لأسبانيا. وفي الماتش الثاني هيسجل بقى الثنائي ديفيد سيلفا وفابريجاس مع هدفين لفرناندو توريس علشان تخلص المباراة برباعية عالمية. وفي الماتش الأخير بقى ضد كرواتيا واللي كانت في بداية ثورتها الكروية مع مودريتش ورفاقه، قدر منتخب أسبانيا بصعوبة إنه يفوز في الدقيقة 88 عن طريق خيسيوس نفاس وتصعد أسبانيا في الصدارة. وفي دور المجموعات كان واضح إن النجم الأول لأسبانيا في البطولة هيكون أندريس إنيستا اللي أبدع في مباراة إيطاليا خلى دفاعات إيطاليا تعيش ليلة صعبة يا ولداه قدام مهاراته الكبيرة وتحكمه الرائع في الكورة. وفي دور ربع النهائي بقى كانت أسبانيا على انتظار مواجهة المنتخب اللي بدأ الثورة الكروية في أسبانيا وهو منتخب فرنسا. ولو رجعنا ل 2006 هنعرف إن فوز فرنسا بنتيجة 3-1 على أسبانيا في مونديال ألمانيا كان السبب في تغيير خريطة الكورة في أسبانيا. تم التغيير ده خلانا نشوف نجوم كتير بتظهر من اول بطولة يورو 2008، وبدأوا رحلة السيطرة على العالم مع المدرب لويس اراجونيس ومن بعد ديل بوسكي. وفي الماتش ده قدم كل لاعبي اسبانيا افضل مباراة لهم في البطولة لحد اللحظة دي على الاقل، خاصة الثنائي تشابي الونسو جوردي البا اللي كانوا الافضل في المباراة وساهم في فوز اسبانيا. جوردي البا ده اللي صنع الهدف الاول لاسبانيا من مهارة فردية رائعة، ولعب الكرة لتشابي الونسو اللي سجل هدف اسبانيا الاول من رأسية. وبالرغم من محاولات فرنسا للتعادل وادراك الموقف، لكن بيدرو بمهارة بينجح يكسب ركلة جزاء ويخش تشابي الونسو علشان يسجل تاني من جديد. وبعد ما خدت اسبانيا انتقامها من فرنسا جه الدور بقى على منتخب له طار عند اسبانيا في نص النهائي وهو منتخب البرتغال واللي طلع من مونديال جنوب افريقيا 2010 بعد ما اسبانيا هبدوا 1-0. ومش بس كده، لا دي المباراة دي جت في عز الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة ومع وجود كريستيانو رونالدو وبيبي اكيد هتكون في معركة جديدة على ارض الملعب بقى. وبالفعل يا صديقي كان في
شد وجذب كتير، شوية كورة وشوية ضرب ورفعوا على بعض الشوم والمطاوي والسكاكين، وماتش كان فيه كل اللي قلبك يحبه، وظهرت البرتغال بشكل كويس جدا برضو. لكن هنا بقى ظهر القائد إيكر كاسياس اللي دافع عن مرمى فريقه لحد النهاية، وكان واقف سندال في الجول، وخلال 120 دقيقة فشل أي واحد من المنتخبين إنه يهز الشباك بالرغم المحاولات الكتير، ووصلنا هو لركلات الترجيح. وبالرغم من إهدار تشابي ألونسو لركلة الترجيح الأولى ضد باتريسيو حارس البرتغال، لكن إيكر كاسياس بيثبت حضوره لما بيصد ركلة جزاء البرتغال اللي سددها جواو موتينيو. الركلة دي فضل بسببها موتينيو خايف يسدد أي ركلة جزاء مع المنتخب، زي ما شفنا كده فيديو رونالدو الشهير وهو بيحمسه بعدها بأربع سنين كان في يورو 2016. ومن حسن الحظ بقى بيفشل المدافع البرازيلي برونو ألفش في تسجيل ركلة البرتغال الرابعة بعد ما بتخبط كورته في العارضة، ويجي الدور على الركلة الأخيرة لأسبانيا واللي هيسددها هو سيسك فابريجاس، وش الساعد على منتخب أسبانيا لأنه في يورو 2008 سجل ركلة الترجيح اللي فازت بها أسبانيا على إيطاليا بعد مباراة طويلة وصعبة جدا. وفي مونديال 2010 صديقي كان من اللعيبة اللي قلبوا المباراة النهائية، وكمان صنع هدف الفوز بلقب المونديال، وبالفعل الحظ بيشتغل. وبالرغم ان كرة فابريجاس بتخبط في العارضة لكنها بترد تاني وتدخل جوه الشبكة، وتتأهل اسبانيا للمباراة النهائية. واداء اسبانيا في ماتش البرتغال ما كانش زي ما الناس متعودة، خد بالك، وظهرت بعض الانتقادات ابرزها كان من ارسن فينجر اللي وصف فوز اسبانيا على البرتغال بانه كان عكس تقاليد الكرة الاسبانية، وانهم دافعوا اكتر من المعتاد، وتحس ان نجوم اسبانيا سمعوا الكلمتين دول وحلفوا يعرفوه غلطه. مين ولا اللي بدافع على واللي دافع التمن يا عيني كان منتخب ايطاليا، والاول مرة في نهائي بطولة اليورو بنشوف ماتش من طرف واحد، لان اسبانيا يومها كانت بتلعب لوحدها. وبعد تألق انيستا وكاسياس وتشابي الونسو جه الدور بقى على الابن الرابع من ولاد ريس الاسباني، وهو تشافي هرنانديز. زرقاء اليمامة زي ما بيقولوا عليه، كان مجلجل اول يوم ده وعمل ماتش عمره قصاد اندريا بيرلو ورفاقه، والنتيجة كانت فوز اسبانيا. وبالاربعة قصاد دفاع ايطاليا المنيع ومن وراهم جان لويجي بوفون، والاربع تجوال كلهم كانوا بطرق مختلفة، كل جون من اللي قلبك يحبه علشان ما نزعلش حد، واللي نفسه في حاجة ياخدها. وبعد تمريرة سحرية من انيستا بيهرب بيها فابريجاس ورا الدفاع، وبيعمل واحد اسيست لديفيد سيلفا اللي بيسجل الهدف الاول بمنتهى السهولة، ودفاع ايطاليا يا ولده واقف مش عارف يعمل ايه. وقبل نهاية الشوط الاول بيظهر تشافي هرنانديز رجل النهايات زي ما عمل في نهائي يورو 2008، ويعمل واحد اسيست عالمي للظهير جوردي ألبا اللي بيسجل الهدف الثاني. وبالرغم ان ايطاليا حاولت تعدل النتيجة في الشوط الثاني، لكن لعيبة اسبانيا نجحوا يستحوذوا على الكورة لحد ما لعيبة ايطاليا كانت شبه يأست خلاص، علشان ينزل توريس من دكة البدلاء فريش كده وياخد تمريرة سحرية للمرة التانية من تشافي هرنانديز ويسجل الهدف الثالث لاسبانيا، والماتش اتحول لسيرك لدرجة ان اخوان ماتا شارك للمرة الاولى في البطولة خلال النهائي. ومش بس كده، لا ده قدر يسجل الهدف الرابع لاسبانيا في شباك ايطاليا، علشان تكون دي اكبر نتيجة في تاريخ المباريات النهائية في بطولة اليورو. وكان واضح قوي برضو فرق القوة بين المنتخبين، لدرجة ان ايكر كاسياس راح شاور للحكم المساعد وقال له كفاية كده علشان ينهي الماتش، شوية احترام يعني، دول ايطاليا برضو، وانا عارف زمايلي دول ما بيرحموه، دول كتيبة. وتفوز اسبانيا ببطولة اليورو للمرة التالتة في تاريخها، وتكون اول بلد تكسب لقب اليورو مرتين ورا بعض، وكمان اول منتخب يكسب تلت بطولات كبرى متتالية اللي هما 2 يورو وواحد كاس عالم، ويكتب الجيل التاريخي المنتخب اسبانيا اسمه كاقوى منتخب شفناه بيلعب كرة. وعلى مستوى الاداء والنتائج مفيش حد قدر ينافسه، كانوا الوحيد دوم في حته بعيده كده. والنهارده وبعد 12 سنه هل هيكون الرباعي لامين يامال ونيكو ويليامز وبيدري ورودري هم اولاد رزق نسخه 2024 ولا ايه؟ كل ده
هنعرفه في الكام ماتش اللي جايين. انزل انت بقى ادينا اللايك واشترك في القناة واستنانا كل يوم بفيديو جديد في نفس الميعاد. سلام يا صديقي.